السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نرسم مليون في برنامج الريفت. طيب محتاج ان انا اقول له ان انا هرسم وول كيرتن وول وابدأ ارسمها بالشكل دوت. ممكن اجي هنا واقول له edit type. لو انا عايز اضيف حاجات داخلية هنا ممكن اقول له ان انا عايز vertical grid مسافات ثابتة او ارقام ثابتة عدد معين ثابت، او ممكن اقول له لا ده انا عايزها هبدا اقول له البوردر اللي هي الحدود اللي هنا اختار مثلا اللي هي 50 في 150 والناحيه الثانيه ممكن 50 في 150 وهكذا. اقول له ابلاي اوكي الاقي ان هو ضاف لي بالشكل ده. طيب انا عايز القطع دي هي اللي تكمل فبلاقي خطين كده ادوس عليهم يخليها اللي تكمل وكذلك الناحية التانية. طيب عايز بقى ابدأ ارسم المليون فهاجي هنا الاقي مفيش حاجة بترسم. ليه؟ لازم اضيف كيرتن جريد الاول. كيرتن جريد اهو واهو. طيب ممكن اقول له وان سيجمنت لو انا عايز اضيف واحدة بس اهي بالشكل دوت، او اول اكسبت بيكت يعني بعمل ديت وبعد كده اقول له مثلا انا مش عايز دي تمام فبيدوس انتر خلاص ضاف كله ما عدا الجزء اللي انا عايز استثنيه. وممكن في اي لحظه تيجي تعلم على ده مثلا اهو هتقول له اد ريموف سيجمنت وتقدر ان انت تحذف سيجمنت معينه من اللوحه. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز دي مثلا تبقى مثلا 3000 تغير الرقم بتاعها. ممكن تيجي هنا وتدوس على دي وتبدا ان انت تغيرها. ممكن تلاقي مثلا في باب عايز تحمله في نوع معين من الازاز عايز تحمله ممكن تحملها على ناحيته فتغير النوع اللي انت عايزه. طيب خلينا نشوف ازاي هنضيف الباب. هقول له insert واقول له load family واختار wall يكون كيرتين. هقول له انا عايز احمل دور بس الباب اللي نختاره يكون كيرتن وول بالشكل دوت. عندنا اكتر من نوع خلينا نختار مثلا دوت. كل نعمله زي ما قلنا هنيجي هنا تاب واروح قايل له ان انا عايز اختار الدور دوت فيبدا ان هو يختاره. طيب لو لاحظنا ان في هنا كده مليون كانت موجوده قبل كده فاعمل سيلكت عليها واقول له امبن واقول له ديليت بحيث ان الباب يبدا من تحت مش من فوق الجزئيه ديت. طيب ممكن اجي هنا على قطعه الزواج ديت تمام واقول له ان انا عايز ادخل اعدل فيها هنا الماتيريال فاقول له ان انا عايز اغير الماتيريال برضه ازاز بس يكون ازاز نوع مختلف دارك مثلا. طبعا الدارك هيبان لما نقول له رياليستيك فيبدا يظهر معايا بالشكل دوت.